مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن بالأمر اليسير لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل عناصر القوات المسلحة الذين ساعدوهم على الانخراط في الحياة العسكرية ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم في سجلات حب الوطن. ربنا يخليك يا فندم. ربنا ولادكم وتربيه ايديكم وهم اللي هيبقوا مستقبل البلد ومعاكم وبيكم يبقوا احسن حاجه. القوات المسلحه دي فعلا تعمل مصنع بتاخد رجاله وبتطلع اجساد بيهم. ربنا يحمي مصر ويبارك فيكم جميعا من اصغر جندي لسياده الرئيس وتحيا مصر ضحيا مصر الف مره. ويبارك فيكم لان انتم ما ضيعتوش تعب. طبعا اضاف له طبعا وجوده في الكليه الحربيه طبعا ويعني سلوك عسكري جميل بصراحه حاجه تبهر. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. يعني يبارك في جيش مصر وفي الرئيس حضره الرئيس ربنا يديله الصحه ويبارك فيه. يعني ده اعظم اب شفناه يعني ربنا يديله الصحه فندم ونشوف دايما يا رب جيش مصر في احسن وابهى الصور يا رب ان شاء الله. انا احب اقول للقوات المسلحه ان انتم بتخرجوا رجال بيخرج يتخرج راجل بسم الله ما شاء الله. تدريب ورجولة وأداب وأخلاق بسم الله ما شاء الله. يعني فعلا يعني فرق في يعني خلال شهر بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة وشخصية قوية ومعتز بنفسه وقدوة وحاجة أتشرف بيها وخير لبلد إن شاء الله بإذن الله تعالى. بنوجه التحية والشكر لقواتنا المسلحة ولجيشنا المصري الباسل العظيم على مجهوداته العظيمة وعلى إنشاء الشباب القدوة والفتية العظيمة. فتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ويحيا جيش مصر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا بقول ولقد مننا عليك مرة أخرى. ابني من سنتين الكبير اتقبل وادي زياد اتقبل برضو فالحمد لله ألف حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. ويعني أنا فخورة جدا أن أولادي انضموا للقوات المسلحة الاثنين بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا أنا بشكر القوات المسلحة كلها من أول رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أصغر فرد في القوات المسلحة. بحب أقول لهم ربنا يحافظ عليكم.